هناك استراتيجية ثابتة يجب تقسيم المجتمع إلى كل الأقسام الممكنة. النجاح الرئيسي التاريخي والحادث لحد هذا اليوم قسمة المجتمع إلى سنة وشيعة. نجاح أقل من عنده قسمة المجتمع إلى عرب وعجم، وهذه القسمة موجودة في البعد السني والشيعي. أهل الرفاع والقبائل العربية غير الناس الهولة، هي قسمة موجودة. قسمة الناس إلى نعم بغض النظر عن هذا التقسيم إلى هذا البعد، الآن في قسمة جديدة المجنسين وغير المجنسين، والمجنسين يقسمون إلى أقسام. الدولة باستمرار تحاول أن تبقي المجتمع مقسم إلى زوايا مختلفة، وترفض توحد المجتمع على أساس المواطنة. لذا إذا تبون تشوفون هذا، خل أي مجموعة من التجار يجتمعون يقولون والله إحنا عندنا مشكلة ونبنروح، نقول تعالوا للتجار الشيعة بروحهم والسنة بروحكم، ويخصصون العجم بروحهم والعرب بروحهم. في محاولة تقسيم المجتمع السياسي إلى قوى دينية وقوى غير دينية، ووضع إسفين فيما بينهم، الرابط فقط يجب أن يكون المؤسسة الرسمية أو القبيلة. هذه سياسة مستمرة. مستوى الوعي الآن بين القوى السياسية داخل القوى السياسية تجاوز. في داخل الطائفة يحاولون أيضا يقسمون، أي كل طائفة يقسمها، مو ليس يعني بس تشخيص من باب تشخيص الواقع، مو مسموح إلى إذا تكلمنا سنة شيعة، مو مسموح للسنة أن يكون لهم قيادة سنية بعيدة عن الدولة، ممكن ما مسموح لا للشيخ عبد اللطيف ولا لغيره، ما عليه. دولة استراتيجيتها مو توحيد، ما تشتغل على هذا الاتجاه. دولة تشتغل على تقسيم المجتمع، وتكون هي الرابط، المؤسسة الرسمية تكون هي الرابط فقط إلى